نتحدث الآن مع السيد جميل سرحان مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان. السيد جميل، العمل الحقوقي في فلسطين جد متقدم بالنظر لعدد الانتهاكات وجرائم الحرب التي يتعرض لها الفلسطينيون. كسؤال، ما نوع الوثائق والدلائل التي تعتمدون عليها من أجل رفعها كورقة ضغط؟ من حيث المبدأ كما ذكر جميع المتحدثين بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمارس بشكل ممنهج انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، انتهاكات تبدأ بانتهاك الحق في الحياة وتستمر إلى انتهاك الحق بسلامة الجسد والحق بالصحة وحتى الحق بمستوى معيشي ملائم. كل الحقوق تنتهكها قوة الاحتلال، ويتم ذلك بوقائع محددة متكررة ما بين الفينة والأخرى في كل حادث، كما نرى ورأينا خلال الأيام القليلة الماضية تم توجيه قذائف صاروخية قوية جدا على مواقع وأماكن في قطاع غزة، أحدث حالة من الفزع الشديد تكرارا للهجمات المتكررة على قطاع غزة بعد حالة حصار مستمر منذ ما يزيد 15 عام. حالة الحصار التي انتهكت بها كل الحقوق بما في ذلك كحد أدنى الحق في الصحة، حيث أننا وخلال الفترات الماضية لا يدخل علينا ما يقارب 250 إلى 500 نوع من الأدوية، ولا توجد إمكانية لإدخال أي معدات لصيانة الأجهزة الطبية، بالإضافة إلى أن هناك منع دائم لتنقل الحالات الخطيرة من قطاع غزة إلى المستشفيات في الضفة الغربية. الكثير من مرضى السرطان لا يمكن أن يستمر بروتوكول العلاج لهم في مستشفيات الضفة الغربية لحالة القيد. ما يقارب وفق معلومات منظمة الصحة العالمية ما يقارب 60% من المرضى الموجودين في حالة الخطر بل الخطر المحدق يتم منعهم من الدخول إلى المستشفيات لتلقي العلاج. هذه مسائل وأمثلة إنسانية متكررة تدلل على هذا النمط التي تمارسه أو يمارسه قوة الاحتلال الإسرائيلي. إلى جانب ذلك ما نعانيه في قطاع غزة من حالة من الظلم والقهر بأننا لا نستطيع إطلاقاً الوصول لأداء الشعائر الدينية في المسجد الأقصى، وفي هذا الشهر لما له من مكانة دينية ولما له من روحانيات فلسطينية وإسلامية وعربية يمنع بشكل مطلق، ويتم الاعتداء على المسجد الأقصى بكل المشاهد التي تروها. نحن بحالة حصار، هذا ما استدعى ويستدعي حالة الاستعداد الفلسطيني، ما استدعى إلى إطلاق طبعا مفهوم. ربما إجابة على سؤالي سيد سرحان جميل سرحان، بطبيعة الحال كل الصور التي ذكرتها كيف يمكن إيصالها حقيقة وبأمر جدي إلى المعنيين؟ هل هناك ردود أفعال على ما يحدث من انتهاكات؟ يعني من حيث المبدأ المؤسسات الحقوقية تعمل على رصد وتوثيق هذه الانتهاكات، يتم رصد وفق منهج علمي دقيق، يتم الحصول على إفادات وشهادات تقريبا في جميع الوقائع التي نذكرها، جميع حالات الاستشهاد والإصابات، جميع حالات انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالمعتقلين في سجون الاحتلال الذي يصل حد تقريبا عددهم ما يقارب 5000، منهم ما يقارب 800 إلى 1000 معتقلين إداريين دون مراعاة لمعايير المحاكمة العادلة. جميع هذه الحالات يتم رصدها وتوثيقها ووضعها في ملفات متكاملة، وتعمل المؤسسات الحقوقية على تقديم كل هذه البيانات إلى جميع الجهات الدولية. من حيث المبدأ مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان أو هيئة الأمم المتحدة التابعة لحقوق الإنسان تتلقى جميع المعلومات بشكل يومي. نحن كمؤسسة حقوقية نقدم تقاريرنا ومعلوماتنا وبياناتنا لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، ونلتقي معهم في كل محفل ونناقش معهم كافة التفاصيل المرتبطة للتدخلات الدولية، وبل وأكثر من ذلك نقدم
إما مداخلات شفوية أو مكتوبة لمجلس حقوق الإنسان في كل دورة من دوراته الأربعة التي تعقد سنويا، ولنا حضور في جدول أعماله بشكل مميز لوضح الحقائق. لكن على الرغم من حجم المعلومات والوقائع الحقيقية والتوثيق الدقيق وبناء الملفات المتكاملة، على الرغم من ذلك إلا أن هناك مشكلة في محاسبة ما تسمى بإسرائيل على ما تقترفه من جرائم بحق الفلسطينيين، وهذا مرتبط بالميزان الدولي وبمساندة الولايات المتحدة الأمريكية في كل المحافل لقوة الاحتلال الإسرائيلي، وهذه مسألة معروفة لا داعي للنقاش والتفصيل بها، فالكل وأبسط المواطنين يعرفها. لكن المؤكد والواضح بأننا نؤمن بأن تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم. نعم. أصدقائي المتحدثين سابقا قد تناولوا، وأنت تناولت مجزرة دير ياسين، ونتناول تلك المجازر المتكررة. هذا لأن تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم، وجميعها سيحاسب مقترفيها مجرمي الحرب الإسرائيليين عليها، والمحاسبة هي بالصمود مفهوم والتحدي سيد وكل الوسائل. مفهوم سيد جميل سرحان.